يا الله شو أمك لذيذة. ما بتتخيلي علاقتنا شو قوية. والله أنا بحسدك، بيني وبين أمي في حاجز كبير ما قدرت أتجاوزه لهلأ. أنا غيرانة منك، قديش أمك حيوية وعندها طاقة وبتحب الحياة. والله معك حق، هي عرفانة منيح شو عم تساوي وقدرانة تواجه المشاكل وتحلها، عطول بتشجعني وبتساندني. لو بتشوفيها كيف ساعدتني مشان وقف على رجلي بعد ما تركنا أنا ومؤيد، لولاها أكيد كنت ضعفت واستسلمت وما كنت رح أتجاوز هالموقف ولا كمل حياتي. وقتها كتير زعلتي عليه؟ شو بتتوقعي يعني؟ أول شي بانا فاتت على الخط وأخدت له عقله وبالأخير فضلها علي، وبعد هيك شو بدك تعملي إذا مشاعرك ضلت مثل ما هي حتى بعد كل اللي عمله؟ بس هلا الموضوع انتهى، إذا بانا ضلت معه رح يصير معه نفس الشي. إجا دورها هلا، أكيد بكرة رح تندم لأنه وثقت فيه. شو يعني رح يخونها كمان؟ مو بعيدة إنه يخونها. مؤيد تخلى عني بكل سهولة مشان يوصل للهدف يلي بده إياه، ما بيهتم لمشاعر حدا، مصلحجي. مهند مو هيك أبدا، مهند كتير حساس وعلى طول مستعد للمساعدة، وإذا وعدك بشي بيوفي لأنه زلمة وقد الكلمة اللي بيحكيها، يعني قدران يضحي كرمال مبادئه. لازم تحسدي حالك عليه. صدقيني ما بعرف ليش عم قول هيك، اصلا المفروض انه بتعرفيه منيح. اكيد اجا. طولي بالك انا بفتح، ما بنعرف مين اللي جاي. مين؟ مهند. مساء الخير. شو صار معك؟ ولا شيء، حكينا شوي والامور منيحه، كل اغراضك معنا بالسياره. فوت شوي. شكرا، الوقت مو مناسب، خلينا نروح، علينا ناطرنا بالسياره. يلا لجيب اغراضي واجي. كنت عم اعمل لهم حلويات. ايه بس اذا رايحين هلا خلص مو مشكله. تفضل علي. استني شوي خليني ساعدك احسن ما توجعك ايدي. انا ما بعرف كيف بدي اشكرك. ولا يهمك حبيبتي. شكرا جميلة. موفقة. يلا روحي على السيارة هلا بالحايك. يعني والله ما بعرف كيف بدي اشكرك يا كوثر خانم، انت فضلتي على راسي وما قصرتي معنا. أنا عملت هذا الشيء مشان البنت. مهند عم امزح، اوعى تزعل. بدي اياكم تكونوا مبسوطين سوا. البنت قبلانة فيك وبتحبك كثير. واختارتك مع إنه ظروفك صعبة. ليك، هي البنت غلطت مع عيلتها وتحملت كثير بس لأنها واثقانة فيك. لازم ما تخيب لأملها وتطلع قد هالموضوع. بكره ممكن تتحسن علاقتها مع أهلها. خليك مثل ما انت ولا تتغير ابدا، نصيحه مني. بعرف اني مرات بعصب وبتلقمان لاني بحبك. جميله كمان بتحبك اكثر مني، ونحن بنعرف انه القرار اللي اخذته مو سهل. ان شاء الله الف مبروك. اسمع، من هلا ورايح بس تحس حالك متضايق ما تنسى اني موجوده وتعال لعندي لهون.
انتي فاجأتيني، شكرا كثير. يلا هلا لا تخليها تستنى. تصبحوا على خير. مع السلامة. تتهنى وألف مبروك. تسلمي، الله يبارك فيك يا رب. اللي حواليهم ما عم يساعدوهم أبدا. إيه ما بصير، لازم يوقفوا جنبهم حرام. هند خانم ما رح تكون مبسوطة أبدا، ما هي؟ عن جد الله يعينك. تعال. فينا نقول هلأ إنه بلش اللعب بالعتمة، ومن هلأ ورايح حتى لو لعبت وعيونك مفتحة بدك تحس إنك عم تلعب بالعتمة. مهما حاولت ما رح تعرف من وين رح تجيك اللكمة يا بطل. حاول ما تتأخر كتير، واحد منكم مريض والتاني إجازة، ما فيني مشي الشغل لحالي. أمرك معلم. صباح الخير. صباح الخير. النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. عندي شغل كتير، يلا تعال ساعدني بسرعة.